أؤمن أن لله رسائل، ورسائل الإنسان ممكن تجيك على شكل آية تسمعيها لأول مرة كأنك تسمعيها، أو مقطع يطلع لك سبحان الله ما طلع لك في هذا اليوم وفي هذا التوقيت إلا سبحان الله لك فيها رسالة. هالرسالة هذه عشان أنا أستفيد منها قدر الإمكان وأكسب أجرها، فضلا طلعوه اكسبلور وخذي أجر كل من عمل بها. الصلاة اليوم يوم إيش؟ يوم الجمعة، يوم المعجزات، يوم تغيرت حياة ناس كثير أعرفهم. أقسم بالله العظيم إنه اليوم يوم مختلف، يوم سبحان الله من فضل ربي علينا إنه أخبرنا به. أكثري من الصلاة الإبراهيمية، والله ثم والله ثم والله ما في دعوة تحتبس في داخلك إلا ربي حيستجاب لك إذا رافقتها أو رافقها اليقين. أرسلت لي أحد الأخوات تقول لي 3 شهور وأنا مخصصة 4 ساعات باليوم متواصلة للصلاة على النبي، تقول أقسم بالله العظيم تيسرت لي الحياة بعد ما كانت شبه معقدة. أول شيء تزوجوا 3 من أخواتي، وتوظفت أنا وبنتي بشهر واحد، وسافرت إلى 3 دول بعد ما كنت أحلم بس أروح أبها أو الطائف، وكل شيء أبي أرفع يدي ويجيني بأقل من أسبوع. صارت حياتي ميسرة ولله الحمد. من فضل الصلاة الإبراهيمية إنه دعواتك المحتبسة في داخلك سواء عرفتي تعبري عنها أو ما عرفتي تعبري عنها، أبنيات والله العظيم ما تكلمتي فيها أقسم بالله تشوفيها كفلق الصبح. الصلاة الإبراهيمية عظيمة عظيمة عظيمة. أتمنى من كل شخص شايل هم مستقبله، عنده هموم أمنيات، يستمر على الصلاة الإبراهيمية، أقسم بالله سوف تنبهري من قوتها وراح تزيد فيك اليقين. الصلاة الإبراهيمية أنت وأنت تشتغلي وأنت إيش تسوي اليوم خصصي للصلاة الإبراهيمية طول اليوم. أنت قاعدة تشيلي، أنت قاعدة ترفعي، أنت قاعدة تنظفي، أنت قاعدة تسوي قهوتك، أنت قاعدة تسوي غدا أولادك، الصلاة الإبراهيمية. وعشان أجندي لك جنود ربي يكتب لك أجرك وأجرهم، إذا طلعتي إكسبلور ووصل لفلانة وعلانة 100 شخص كأنك أنت اللي قلتيها، والمية وصلوها إلى 100 كأنك أنت اللي قلتيها. فشوفي سبحان الله كم شخص وكلها كتبت كأنك أنت اللي قلتيها. الصلاة الإبراهيمية أقسم بالله يكفى همك ويغفر ذنبك. يعني أمرين، إذا كان في بينك وبين الدعاء هم، إذا كان بينك وبين الدعاء دم تغفر، بعدها يكفى همك اللي هي إيش؟ أي شيء شيلته في داخلك هم، سواء كانت أمنية أو حزن، كل يتشافى. تخيل انها تجمع ما بين الامرين. والله العظيم والله العظيم ما اوصيكم فيها الا من الخير اللي انا شفته منه.